اعمل ايه في الامبروفيزيشن؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. improvisation او الارتجال، اعمل ايه في الارتجال؟ الارتجال ده عبارة عن ان بيبقى فيه موسيقى مصاحباك في الخلفية وانت بتؤدي سولو او بتؤدي مثلا لحن معين، وبعد اللحن المعين ده بيبقى فيه مساحات بتتيح للعازف ان هو يعبر عن نفسه بارتجال لحظي في وقتها
انك انت بتعزف الجيتار دوت ماشي على السلالم وماشي على الهارموني اللي موجود دوت، بحيث انك انت بتعمل في الاخر منتج او عمل تعبيري، يعني هو دوت خلاصة الجاز، يعني اللي بيسموه الجاز. الجاز عبارة عن قطعة رئيسية بيبقى تيون الناس كلها عارفينه، بيتلعب الناس كلها بتلعبه، بس كل واحد بيلعبه بطريقته. وبعد كده بيبقى فيه مساحات لكل عازف في الفريق اللي بيعزف الجاز دوت، او لو كان العازف سولو، يعني الراجل سوليست بيلعب جاز، بيعمل فيه مساحة منه ارتجال، بيعبر منه عن ثقافته هو الموسيقية، وبيعبر فيها عن أدائه هو كموسيقار، وبيعبر كمان عن خلفيته الموسيقية اللي هو درسها وذاكرها والحصيلة بتاعت علمه الموسيقي. طيب ازاي اكون عازف ارتجال؟ المقطوعة اللي انا عزفتها دي على فكرة انا ما حضرتش اي حاجة، انا لحظتها رحت مسكت الجيتار والخلفية بتاعتها انا اللي مركبها، وعارف الكوردز اللي ماشي عليها والهارموني اللي جواها، ومشيت بالظبط باحساسي على اللي انا حاسس ان انا عايز اعبر عنه في لحظتها. طيب الكلام ده طلع منين؟ اعمله ازاي؟ قدامك اربع حاجات تعمل بيهم الكلام ده. اول حاجة لازم تبقى عارف سلالم، تبقى عارف سلالم السلم ده سلم ايه، ويكون عزفت السلم دوت مرة واثنين وثلاثة واربعة، فخلاص بقى في ايدك، فانت تعرف بالظبط النوت اللي هتعدي عليها غلط امتى، والنوت اللي هتعدي عليها صح امتى، وتعدي عليها ازاي. انا مش عارف نوت اسمها نوتة غلط ونوتة صح، هي كلها بتستعمل، بس تلون بيها دي امتى وتلون بيها دي امتى، لازم تبقى عارف دي. دي اول حاجة. تاني حاجة تبقى عارف حاجة اسمها الكوردز، الكوردز اللي احنا اتخدنا عليهم. الناس بتعمل الباري كوردز مثلا او الاوبن كوردز، او في كوردز كتيرة او ليها الوان تانية وليها اشكال تانية وبتدي احاسيس تانية وبتدي احساسات مثلا مختلفة. شوف ده مثلا احساسه يعني راجل عايز يطلع من هدومه يعني. ففي كوردات بتبقى ليها احاسيس وليها الوان وليها طعم معين، فانت تبقى عارف الكورد اللي انت ماشي عليه ده ايه اللي بيتلعب في لحظتها في المقطوعة. فطب وده هيفيدني بايه؟ نعرف الكورد اللي ماشي. تالت حاجه اللي هنتكلم عنها حاجه اسمها الاربيجيوز. الاربيجيوز اللي هو تحليل الكورد نفسه، يعني تحليل الكورد للنوت. ده كورد مينير مثلا، في مقطوعه اسمها ماينر بلوز، هي عباره عن كورد متحلل، هو كورد الاي ماينر اتحلل للاربيجيو ده، اربيجيو او الاربيج بيسموه ساعات في باللغه الفرنسيه. هو الكورد بيبقى متفرط يعني الاربيجي. ده تالت حاجه. طيب رابع قاعده ان انا يعني عرفت بقى ان انا سلم همشي عليه وفي كوردات هلتزم بيها، وفي تالت حاجه الاربيجيوز من الحصيله بتاعتي. كل الحاجات دي قابله للتعلم، يعني كل حاجه من دول بقعد احفظ شويه سلالم واوضاع بتطلع لي سلالم، الكوردات بقعد احفظ اوضاع الكوردات، لو في كورد جديد الموضوع بيتعمل بقواميس، في قواميس للكوردات بتقدر تبص عليها على الكورد اللي ناقصك او اللي انت شفته في المقطوعه ومش عارف تعمله ازاي، في اوضاع ليه، فبتلاقي القاموس بتاع الكوردات ده بتشيله في شنطه الجيتار، يعني الموضوع بسيط. ده تاني حاجه. تالت حاجه الاربيجيوز برضو ليها اوضاع وليها سكك، انك انت تقدر تعمل منه الاربيجيو ده بتاع كل كورد، فانت تبقى عارف بالظبط انهي اربيجيو انت بتعمله وفي الوقت المناسب. طيب الرابع، القاعده الرابعه بتاعتي ايه بقى؟ القاعده الرابعه بتاعتي اني اتجاهل كل ده خالص، اتجاهله واشتغل باحساسي. في عازفين كتير قوي اميين ما بيعرفوش حتى يقروا ويكتبوا، ولكن من كتر ما عزفوا الموسيقى بقى عندهم السنس بتاع انك انت تعزف دي فين ودي امتى ودي ليه والكلام ده، عارف هو فين وبيتحرك ازاي، واحساسه بقى منطبع على المسطره بتاعت الجيتار. يعني هو زي ما انت كده بتغني من صوتك مثلا، هو على مسطره الجيتار وعارف بالظبط كانه بيتكلم بيها، كان مسطره الجيتار لسان صوته ولسان عقله بتاع التعبير. فالقاعده الرابعه ان مفيش قاعده، انك انت ممكن تعمل الكلام ده وتعمل سنس. يا سلام بقى لو انت راجل موسيقار عظيم وبتجمع الاربعه دول مع بعض، يعني بتشتغل سلالم كويس، بتشتغل كوردز كويس، بتشتغل اربيجيوز كويس، بتعرف كمان تحلل وتعمل الموسيقى بتاعتك وتطلع منك كده من بدون تفكير. انت على فكره هتوصل للمرحله دي بعد فتره، يعني انت بتعزف بتتمرن على السلالم، نفضل نتمرن الف ب ونتمرن على الكوردات الف ب ونتمرن على الاربيجيوز الف ب، وفجاه تلاقي نفسك جمعت كل ده وما بتعملش بيه حاجه، انت جمعته وحطيته في الخلفيه بتاعتك وانت نفسك بتعزف وانتش عارف يعني. انت استعملت سلم بس انت مش بتقول انا هقصد دلوقتي استعمل السلم الفلاني او اقصد اعمل مش عارف ايه، لا انت بتلاقي نفسك انت في دماغك في جزء من الثانيه على طول ايدك طلعت على السلم اللي انت نفسك تقول عليه، بس يعني حتى لسانك ما قالهاش، انت طلعت بيه على طول. يعني هو ده لو وصلنا للمرحله دي من كتر العزف، الموضوع ده بيجي من كتر العزف. جيب مقطوعه
تعزفها، مقطوعه تعزفها، مقطوعه تعزفها، كل مقطوعه تعزفها على الكوردز بتاعتها تعمل ارتجال قريب من المقطوعه دي، هتلاقي نفسك شويه بشويه شويه في الارتجال بتاعك بقيت متقدم قوي. الموضوع ده يا جماعه متقدم مش للناس اللي لسه باديه جيتار، يعني انت لسه بادي جيتار بتعرف اسماء الاوتار والنوت وبتعزف شويه مقطوعات بسيطه، بتعزف شويه كوردات، شويه اغاني. الكلام ده مع الحصيله مع الوقت هو ده اللي هيتقل معاك ويدي لك حاجه في الاخر اسمها الارتجال او الامبروفيزيشن. الارتجال او الامبروفيزيشن على فكره مش انك تعمل لا طبعا مش الكلام ده خالص. الارتجال انك انت تعمل موسيقى. الموسيقى تتعمل ازاي؟ ممكن يكون في جزء فيها سريع زي ده ماشي مفيش مشكله، ممكن مثلا، بس اهم حاجه انت بتفكر ازاي، ايه الاصدق من ورا الموسيقى دي. الموضوع تعبير يا جماعه، الموضوع مش 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 شطاره او اكروبات. انت ممكن تعمل تتمرن اكروبات على الشقلبه، تفضل تتمرن على الشقلبه دي سنتين ثلاثه هتبقى بتتشقلب حلو مفيش اي مشاكل خالص. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه على موسيقى، انت بتعمل موسيقى ازاي؟ الموضوع احساس، الموضوع فن، الموضوع رساله انت عايز تقولها للراجل اللي بيسمعك، انت بتفكر في ايه وبتحس بايه، وهي دي الرساله اللي انا قصدي اقولها النهارده من موضوع الامبروفيزيشن او الارتجال. واشوفكم المره الجايه.